بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة العالمين، نبي الهدى وبحر الندى وأكرم الناس جودا ويدا. مرحبا بكم يا أصحاب الوجوه الطيبة، طيب الله أحوالكم وأوقاتكم، وأسعد الله تبارك وتعالى أعماركم، وأسأل الله أن يحسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا. أحبتي وإخواني في الله، أحبتي وإخواني، ها هي الحلقة الأخيرة في فضفضة، الحلقة الأخيرة في الليلة الأخيرة في الجمعة الأخيرة، سبحان الله رب العالمين. هل صليتم على رسول الله؟ أيها الأحبة في الله، هذه أحباب إخواني في الله، كما قلنا نختم إن شاء الله انتبه أنت في رمضان حبيبي وأخي في الله، سلسلتنا التي قد بدأناها بفضل الله انتبه أنت في رمضان، ونحن نقول الآن انتبه أنت الآن تغادر من رمضان أو رمضان يغادرنا أحباب إخواني في الله. ما هي حالة من اثنين، رجال قد غادروا رمضان ولا حظ لهم في رمضان، بمعنى أنهم قد انقطعت آجالهم أيها الأحبة في الله، وأناس آخر قد وفقهم الله حتى وصلوا إلى تلك الليلة أحباب، الليلة الأخيرة وترية. هل صليتم على رسول الله؟ وهذه الليلة هي الليلة الأخيرة الوترية، وليلة مهمة في غاية الأهمية ورب الكعبة، لما ولا وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال التمسوها في سابعة أو في خامسة أو سابعة أو تاسعة. صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الخامسة والعشرين أو السابعة والعشرين أو التاسعة والعشرين. التمسوا ماذا يا رسول الله؟ التمسوا الجائزة الكبرى، التمسوا ليلة المغفرة، الليلة القدرية، التمسوا ليلة المغفرة أحباب إخواني. أسأل الله ألا يحرمنا ذلك، إنها ليلة القدر يا أحبابي، فهذه آخر ليلة من الليالي أيها الأحبة في الله من الليالي الوترية. انتبهوا يا جماعة يا إخواني على الفيسبوك يا أحبابي إخواني في الله، هذه الليلة ليلة مهمة اختموا فيها. أظن أن آلاف البيوت إن لم يكن ملايين البيوت الآن تختم الليلة القرآن، أي والله يا أحباب إخوان في الله يختمون، لأنهم بدأوا في رمضان في بيوتهم في صلاة التراويح، فالليلة بفضل الله ليلة الختام في الكعبة المشرفة، ليلة الختام في المدينة المنورة، في ليلة الختام في المسجد الأقصى، في ليلة الختام في القرآن الكريم أيها الأحبة في الله. والليلة كذلك ليلة مهمة أيها الأحبة، ليلة وترية لواحد، رقم اثنين أنها ليلة يا أحباب إخوان في الله ليلة الجمعة، ولها مكانة عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك غدا الجمعة الأخيرة، الجمعة الأخيرة ليس هي الجمعة اليتيمة استغفر الله، بل هي الجمعة الكريمة، الجمعة يا أحباب إخوان في الله السمينة فيها الخير كله رب العالمين أيها الأحبة في الله. فطوبى لمن قام في هذه الليلة واجتهد واستغفر يا أحباب إخوان في الله، آخر ليلة أحباب إخوان في الله. أسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا فضل ما فيها من شرف أيها الأحبة. أي وقد تكون هي ليلة القدر بإذن الله، لأن لا يعلم ليلة القدر قطعا ويقينا إلا الله رب العالمين، وكل ذلك اجتهاد أيها الأحبة في الله، سواء كانت في الواحد والعشرين أو السادس والعشرين أو الخامس والعشرين أو السابع والعشرين أو التاسع والعشرين، ولكن الحمد لله قد وفقنا أن نعيش العشر ليالي بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله يحرمنا أحباب إخوان، ما زال العمر ممدود وما زال الشهر باقي، فأكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله رب العالمين. تعالى نختمها بقول الله تبارك وتعالى أحباب إخوان في الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. تعالوا يا أحباب إخوان في الله نعتذر عما قصرنا وفرطنا وضيعنا وأهملنا أحباب إخوان في الله في الأيام السالفة في رمضان والأيام الخالية في رمضان، الأيام اللي عدت يا أحباب إخوان. ها هو شهر الرحمن يا أحباب إخوان في الله، نزل علينا أحبابي ضيفا كريما عزيزا خفيف الظل يا أحباب إخواني في الله. أو والله كأننا ما عشنا في رمضان إلا لحظات، كأن رمضان خاصة في هذا العام للظروف التي تمر بها الأمة، ولكن أحبابي المؤمن يا أحبابي إخواني في الله لا ينشغل بالظروف، المؤمن ينشغل بالنفحات. قال رسول الله ألا وأن في أيام دهركم لنفحات ألا تعرضوا لها، رب نفحة أحباب لعل نفحة تصيب أحدكم يا أحباب إخواني في الله لا يشقى بعدها أبدا يا أحباب إخواني. فأكثروا أحباب إخواني في الله مما تبقى رمضان تبارك وتعالى الاجتهاد والطاعة والاستغفار يا أحبابنا إخواننا، والله ما في وقت يا أحباب. تعالى تعالى الليلة أحباب إخواني في الله، قم هذه الليلة وأنت واقف بين يديك معتذرا متأسفا على ما قصرت في رمضان، واعلم على أن العبرة بالإيه يا أحباب إخواني، أن العبرة بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة كذلك أقول يا أحباب إخواني، هذه هي الحلقة الأخيرة بفضل
فضل الله عشنا مع حضراتكم، جزاكم الله عنا خيرا، جزاكم الله خيرا يا أصحاب الجود والكرم، تفضلتم علينا فسمعتمونا. أيها الأحباب على مدار أحباب إخوان في الله 29 ليلة في فضفضة أحباب إخوان في الله، والآن نختمها. نسأل الله أن تكون خالصة لوجه الله رب العالمين، نسأل الله أن يرزقنا فيها الإخلاص، نسأل الله تبارك وتعالى أحباب إخوان في الله أن تكون هذه الحلقة وأن تكون هذه الحلقات في ميزان حسناتنا جميعا. أيها الأحبة فنحمد الله أولا والشكر لله أولا أحباب إخوان في الله، أحباب إخوان في الله لأنه الذي تفضل علينا وأنطق اللسان يا أحباب إخوان في الله وأعاننا، ووالله لولا ذلك ما تكلمنا أحبابي حتى أذن الله لنا. فاللهم لك الحمد على تلك المعية، ولك الحمد على هذا الفضل يا رب العالمين، لما ولا ونحن نتحدث عن الله وعن رسوله، وتلك نعمة، وجميع النعم مردودها إلى من؟ إلى الله رب العالمين، وما بكم من نعمة فمن الله. فالشكر أولا لله وآخر أحباب إخوان في الله، ثم الشكر لحضراتكم أيها الأحبة في الله. أيها أحباب إخوان، ونحن نودع أحبابي ونختم السلسلة بفضل الله تبارك وتعالى، والله قلبي يرتجف الآن يا أحباب، نودعكم أيها الأحبة في الله، هذا نختم بفضل الله، نختمها إن شاء الله ونقول انتهت يا أحبابي سلسلة انتبه أنت في رمضان. فبعد الشكر لله ثم إليكم أيها الأحبة في الله، ثم لإخواني أحباب إخوان في الله الأستاذ فكري والدكتور إبراهيم جزاهم الله خيرا، أعانوني أحباب إخوان في الله على أن نخرج بهذه الصورة البسيطة، وسمحونا إن كان فيها أحباب خطأ أو فيها لغو أو فيها أي كلمة أحباب إخوان في الله أو فيها انفعال أو فيها أي أمر يا أحباب إخوان في الله، فاعلم أن التوفيق من الله، وما كان من زلل أو خطأ أو نسيان أو تقصير أو فهم أو غير ذلك أيها الحبيب، أو تقصير في توصيل معلومة، فمني ومن الشيطان، وأسأل الله أن يغفر لنا ولكم أحبتي في الله. أحباب إخواني في الله، رمضان يا أحباب إخواني في الله، تعالوا نقول له جزاك الله، تعالوا نقول لرمضان لا أوحش الله منك يا شهر الرحمن، لا أوحش الله منك يا شهر المغفرة، يا شهر الرحمة، يا شهر العتق من النار، يا شهر تفتح فيه الأبواب، أبواب الجنان، لا أوحش الله منك يا رمضان. أسأل الله تبارك وتعالى أن أراكم وأن تروني في العام المقبل إن شاء الله في صحة وعافية وأمن وأمان يا أحباب إخوان في الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ يا أحباب إخوان في الله سائر بلاد المسلمين، وأن يحفظ مصر وأهلها وشعبها وجوها وبحرها وأرضها وسماءها وجميع سكانها وجميع بلاد المسلمين يا ربي، من شرق بلاد المسلمين إلى غربها يا أحباب إخواني، نسأل الله أن يحفظ سائر بلاد المسلمين. أحبتي وإخواني في الله، اجتمعنا على الحب والود والصفاء، فيا ترى بعد هذا اللقاء، لقاء إن شاء الله سوف يكون لقاء بعد لقاء، أحبكم في الله، انتظرونا في الفضفضة الأخيرة إن شاء الله كذلك، الساعة 10 فضفضة رمضانية أحباب إخوان في الله، نتكلم فيها تبارك وتعالى بإذن الله عن أفضل ما نقدمه الآن، أن نستغفر الله رب العالمين وأن نتوب إلى الله رب العالمين. تكلمنا في الليلة الماضية بداية التوبة، واليوم نتكلم يا أحبابي مهما فعلنا اعلم أن العبرة بالخواتيم. تعالوا نقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له، هذا هو العنوان، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إن شاء الله انتظرونا الساعة 10 في الفضفضة الأخيرة إن شاء الله، أحبكم جميعا في الله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم طلعت الدومي، السلام عليكم ورحمة الله.